طيب ننتقل إلى موضوع آخر من اليوم التالي ومنه نقرأ: الآلية تعلن استئناف التفاوض حول دارفور والمنطقتين. كشفت مصادر موثوقة بالآلية الإفريقية رفيعة المستوى بأديس أبابا عن اجتماعات مكثفة ستشهدها العاصمة الإثيوبية في الفترة من 1 إلى 5 من فبراير القادم حول السودان. وقالت المصادر لليوم التالي إن الآلية الإفريقية برئاسة ثابو مبيكي قررت استئناف المفاوضات حول المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان حول وقف العدائيات في 1 فبراير. وأوضحت أنها وجهت دعوة لعبد العزيز الحلو رئيس الحركة الشعبية شمال لحضور المفاوضات وقد وافق على الدعوة. وأضافت أنه في 2 فبراير سيعقد اجتماع طاري للآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان برئاسة وزير دفاع البلدين ووزراء الخارجية لمراجعة ما تم الاتفاق عليه في الخرطوم بعد أن أجل انعقادها في جوبا الأسبوع الماضي. سيد أشرف، يعني الآن هل تعتقد بأن الأجواء أصبحت مهيئة لاستئناف المفاوضات بشأن المنطقتين، خاصة وأن صدامات مسلحة توقفت منذ فترة ورئاسة الجمهورية أعلنت تمديد وقف إطلاق النار لفترة، هل الأجواء مهيئة الآن لاتفاق سلام؟ يعني من الواقع أن هنالك هدنة بدأت من مايو الماضي عندما تحدث الرئيس الجمهورية في لقاء جماهيري بكادوغلي وتحدث عن أن السلام هو ضرورة واستراتيجية أساسية، ومن ثم تحدث والي جنوب كردفان عيسى بكر وطالب عبد العزيز الحلو بالعودة إلى البلاد لتحقيق السلام، واقترح عليه أنه سيتنازل من منصبه كوالي له إذا وافق على ذلك. ومنذ تلك الفترة واضح أن هنالك تصريحات إيجابية وعدم وجود أي تحركات عسكرية على الأرض، ولكن لا زالت هنالك خلافات جوهرية وأساسية فيما يتعلق بتفاصيل التفاوض. دعني أقول أن آخر جولة تفاوض حسمت وكانت هنالك إشكالات، وكان الحلو أيضا يقف مع صف عرمان في هذه الأجندة، وبالتالي ربما يعني يذهب الحلو إلى أكثر الصعوبات، خاصة وأن ذلك يعني مهم بالنسبة له حتى يظهر أمام مقاتليه بأنه هو الأشرس والأكثر قبولا من عرمان باعتبار أنه يريد أن يحافظ على المنطقتين، وبالتالي قد يكون هنالك تعنت من الطرفين فيما يتعلق بالتفاوض. الأجواء مهيئة ولكن التفاصيل قد تأتي بمسلمات أكثر صعوبة قد تعقد العملية التفاوضية منذ أول لقاء بعد فترة طويلة. لكن هل نستطيع القول أن هناك اتجاه الآن لاتفاق وقف عدائيات شامل؟ هل الأجواء مهيئة لذلك؟ في هذا الجانب الأجواء مهيئة، الحكومة لا ترغب في الاستمرار في الحرب كثيرا، الحرب تؤثر على الميزانية الاقتصادية بالنسبة للحكومة. الآن كل الموازنة جلها أو معظمها يذهب إلى الدفاع والأمن، وبالتالي الحكومة تحتاج إلى هذه الهدنة علها تقلل من سقوفات الصرف على الجانب العسكري. ومن الجانب الآخر الحركة الشعبية أيضا من يقاتل كثيرا لأعوام طويلة بالتأكيد سيصاب بالفتور يعني فيما يتعلق بالمواجهة المستمرة والطويلة. وفي تقديري يمكن أن تكون هنالك هدنة أكبر، ويمكن أن يكون هنالك اتفاق لوقف العدائيات إذا كانت هنالك مرونة من الطرفين. طيب الحلو وافق على الانخراط في المفاوضات، ما هو مصير مجموعة مالك عقار؟ مجموعة مالك عقار أيضا هي التقت بالآلية الرفيعة أمبيكي، وبالتأكيد يعني حصلت على تأكيدات من قبل أمبيكي بالمشاركة. الحكومة من جانبها قد لا ترفض مشاركة عرمان من جانب والعقار، ومن جانب آخر الحلو الحكومة بالتأكيد تريد أن تلعب على كل الأطراف علها تحصل على سلام مع أي من الطرفين، خاصة وأن مجموعة عقار في الآونة الأخيرة أبدت مرونة واضحة عندما اقترح عقار مبادرة واضحة تحدثت عن إمكانية مشاركة القوى السياسية في الانتخابات إذا توفرت ضمانات وشروط محددة.